ثلاثة قتلى مدنيين في مدينة إلعاد في وسط إسرائيل محصلة الاعتداء الذي نفذه فلسطينيان من سكان جنين، حسب ما أفادت قوات الأمن الإسرائيلية، والتي أكدت أن العملية تمت بواسطة إطلاق نار وبلطة. ابن الذي كان خارج المبنى دخل وراح يصيح إرهابيون بالخارج، خرجنا ورأيناهم يهاجمون الناس. ما حدث هو أنني ركضت إلى الرجل المصاب في رأسه وقدمت له الإسعافات الأولية. وبعد العملية عقد رئيس الحكومة نفتالي بنت جلسة مع المسؤولين الأمنيين، وقال إن الهدف منها هو قتل اليهود، وأكد أنه سيتم إلقاء القبض على المنفذين. وقد أقامت الشرطة غرفة عمليات في المدينة في حين فرضت تعتيما إعلاميا على تفاصيل العملية. وصلت إلى ساحة العملية قوات معززة ونجري تمشيطا واسعا بعد تقييم الوضع، كما قسمنا المهام بين القوات الخاصة المشاركة في الشرطة وجهاز الأمن العام والجيش. وأدانت الولايات المتحدة الهجوم وصفة إياه بالإرهابي، وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين إن الهجوم كان مروعا واستهدف رجالا ونساء أبرياء وكان شنيعا. كما أدان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس العملية، واعتبر أن قتل المدنيين من الجانبين لا يؤدي إلى لمزيد من تدهور الأوضاع. الدوائر الأمنية الإسرائيلية توجه أصابع الاتهام وراء هذه العملية لحركة حماس وقائدها في غزة يحيى سنوار، الذي دعا خلال الأيام الماضية للقيام بعمليات في داخل إسرائيل، ما قد يجر ردود أفعال في هذا الاتجاه. من تل أبيب يحيى قاسم، الحرة. انضم إلينا عبر زوم من واشنطن الدبلوماسي الأمريكي السابق مارك جينسبرغ. مرحبا بك سيد جينسبرغ. هل توالي هذه الحوادث وتكرارها لهذا المستوى ينذر بانفجار يسير عكس عملية السلام الخاملة منذ أمد؟ نعم، أنا عدت للتو من الشرق الأوسط وإسرائيل على وجه الحدود منذ بضعة أيام، ومن دون شك أن هناك تصعيد خطير للهجمات الإرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين في الأسابيع الماضية. طبعا الأسباب العادية لذلك معروفة، وهي تكرارا لما حصل منذ حوالي سنة عندما قامت حماس بعمليات عنيفة ضد إسرائيل، وكان هناك أيضا توترا متزايدا في القدس. ونعرف أن هناك أيضا تصعيدا لدعم حماس في الضفة والقطاع، وهناك المزيد من الفلسطينيين يتوجهون إلى العنف خاصة في مدينة جنين، حيث كان هناك عمليات مضادة لمنع العمليات الإرهابية التي لم تحصل. للأسف كل ذلك لا يعتبر إيجابيا فيما يتعلق بعملية السلام، وما نحتاجه الآن هو أن نحاول أن نجد سبلا لحماية المدنيين من هذه الهجمات الإرهابية، وكذلك لإنهاء عملية التوغل الإسرائيلية لاعتقال المرتكبين. إلى أي حد هنالك أمل في عملية السلام نفسها؟ وما تصور أو فهمكم لتصور الإدارة الأمريكية الحالية لها؟ كنت أستمع إلى السفير الأمريكي في إسرائيل، وقال أن أمريكا دائما تحاول أن تجد سبلا لمنع أي عمليات أخذت أو تتخذ تؤدي إلى تعقيد أمل الوصول إلى الحل السلمي. وأنا من دون شك مقتنع أن هناك مئات آلاف الفلسطينيين ومئات آلاف الإسرائيليين، والفلسطينيين طبعا أن يريدون أن يكون هناك إمكانية للتعاون والتفاوض
وتشجيع المزيد من التنسيق والتعاون لخفض إمكانية الوقوع في أعمال عنيفة. في السنتين الماضيتين حماس تمكنت من زرع المزيد من المتطرفين والحصول على دعم متزايد في الضفة الغربية للتشجيع على ارتكاب المزيد من العمليات ضد الإسرائيليين بما فيه في القدس. ما شروط هذه العملية إن أرادت الإدارة الأمريكية أو أي طرف آخر دخول عمليا في عملية سلام؟ وهل ستجعل الأمور أفضل؟ أقصد من ناحية أنه لن نرى عمليات مشابهة مثل التي نراها الآن. لا أعتقد أن إدارة الرئيس بايدن ستستثمر كثيرا اليوم في إعادة إحياء عملية السلام. من دون شك الحكومة الإسرائيلية الآن هي في وضع هش، وذلك يعود إلى تكوينها وإلى الائتلاف. هذا أولا. وثانيا، كما تعرف الوزير بلينكن توجه مؤخرا إلى المنطقة واجتمع مع رئيس السلطة الفلسطينية. حتى يحصل تغيرا في القيادة يعطي المزيد من الأمل للفلسطينيين للتعاون مع الإسرائيليين ولإيجاد قيادة فلسطينية مستعدة للتفاوض مع الإسرائيليين. لا أرى كيف يمكن لإدارة الرئيس بايدن أن تستثمر أي وقت أو أي جهد في هذه العملية باستثناء محاولة إقناع الفريقين بعدم اتخاذ خطوات تعزز التصعيد كتوسيع المستوطنات من قبل إسرائيل أو من قبل السيد عباس التوقف عن التعاون مع الجيش الإسرائيلي. هل ستضغط باتجاه يعني أن تكون هنالك قيادة فلسطينية جديدة قادرة على التفاوض والوصول إلى أو الجلوس إلى طاولة سلام؟ لأنه حتى هذا الشرط كان طرح في السابق بعد 4 انتخابات إسرائيلية، من أنه نحن بانتظار أن تكون هنالك قيادة إسرائيلية بإمكانها أن تجلس على طاولة المفاوضات. إلى متى وهذه الحلقة تدور؟ نعم، أنا أتفق. الواقع هو أن الحكومة الإسرائيلية السابقة لم تكن جاهزة ولم تكن راغبة بالدخول بأية مفاوضات أعتبرها أنا مهمة. وفي الوقت ذاته من دون تغير فعلي في إطار القيادة الفلسطينية، ومن دون التوقف عن التوجه نحو عدم التعاون مع الإسرائيليين، ومن دون رغبة الفلسطينيين أن يخوضوا مفاوضات بنية حسنة مع إسرائيل، لا أرى أملاً. وكلما انتظرنا كلما كان الأمر أصعب. إسرائيل أدخلت في ائتلافها أول قائد عربي هو السيد عباس قائد حزب رام. هذا يظهر أن إسرائيل لو كانت هناك قيادة فلسطينية ملائمة يمكنها أن تنفتح على الفلسطينيين، ولكن برأيي من دون مغادرة السيد عباس ومن دون تنظيم انتخابات لا يسيطر عليها هو لانتخاب جيل جديد من الفلسطينيين لن يكون ممكنا التوصل إلى أي تسوية. أشكرك عبر زوم من واشنطن الدبلوماسي الأمريكي السابق مارك جينسبرغ. انضم إلينا عبر سكايب من تل أبيب الرئيس التنفيذي لهابي ثيونيزم، وهو مسؤول سابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية العميد أمير أفيفي، وعبر زوم من رام الله الأكاديمي والمحلل السياسي جهاد حرب. مرحبا بكما
ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد أفيفي، ما حدود التأثير التي يمكن أن تنبني على الإجراءات التي قامت بها السلطات الإسرائيلية من الإغلاق مع الضفة؟ كان هنالك إغلاق مع الضفة وتكررت الحوادث رغم ذلك. أولا كان ذلك ضروريا، نواجه موجة إرهابية تأتي من اليهود والسمرة ومن ضمن المجتمع العربي، ولا يمكن أن نحتوي هذه الموجة من دون عملية الإغلاق. للأسف ما نراه هنا الآن هو تحريض من قبل حماس للفلسطينيين لقتل اليهود، واتهام اليهود بأمور لا يفعلوها، وعمليات تحريض، وكذلك في المسجد الأقصى. وأعتقد أن السلطات الفلسطينية والسيد عباس يدفعون ملايين الدولارات للإرهابيين ولعائلاتهم، والنظام التربوي للفلسطينيين يشجع على كراهية اليهود وعلى الإرهاب، وبالتالي لا أرى أي مستقبل إيجابي طالما أن هذه التوجهات مستمرة على الساحة الفلسطينية. القيادة الفلسطينية الحالية لا تريد حلا سياسيا. سيد حرب، بيد تتهم السلطة الفلسطينية بأنها تدعم من يقوم بهذه الهجمات، لكنها تتهم داخليا من قبل الفلسطينيين أنفسهم بأنها تنسق أمنيا، وأن هذا التنسيق الأمني أحيانا يكون موسا على رقاب البعض، وربما يؤدي إلى حركة تطرف تقوم بهذه الحوادث كلها وهذه الهجمات في داخل إسرائيل. ما موقف السلطة؟ أين هي؟ موقف السلطة واضح فيما يتعلق بالعمليات. الرئيس محمود عباس أدان هذه العملية وحمل إسرائيل مسؤولية ذلك، مسؤولية هذه العمليات، لأنها هي التي تمول الإرهاب للمستوطنين، هي التي تدفع ملايين ملايين مليارات الشواكل للمستوطنين لبناء مستوطناتهم ولاقتحاماتهم للمسجد الأقصى واستفزاز المسلمين. وهذا ما نشاهده على شاشات التلفزة والفيديوهات المنتشرة تصويرا للإجراءات الإسرائيلية. ثانيا، قيام الحكومة الإسرائيلية بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى ومحاولات الصلاة فيه وتغيير الوضع القائم، أي تغيير قانون الاستاتيكو المحدد منذ عام 1882، لكن منذ عام 2000 وإسرائيل تسمح للمستوطنين بالدخول المسجد الأقصى، وأيضا دخول شرطة الاحتلال إلى ساحات المسجد الأقصى. بل أيضا في شهر رمضان تحديدا الحالي اقتحمت جنود الاحتلال وشرطة الاحتلال الإسرائيلي لقبة الصخرة والمسجد الأقصى أيضا، وعاثت فيه فسادا واعتقال للمواطنين الفلسطينيين. وبالتالي حكومة الاحتلال هي أولا من يمول الإرهاب الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، ويمول المستوطنين لاعتداءاتهم، ويمول أيضا من يقوم باقتحامات المسجد الأقصى. النظام التعليمي في إسرائيل وفقا لدراسة أنجزت عام 2014 لصالح وزارة الخارجية الأمريكية قالت بأن التحريض وخطاب الكراهية مليء بالكتب الإسرائيلية، فيما الكتب الفلسطينية أو المنهاج الفلسطيني يقدم الرواية الفلسطينية، يتحدث عن أراضي 48 باعتبارها مدنة احتلت عن 48، وأيضا إجراءات احتلال إسرائيل. وكأن الإسرائيليين لا يرغبون بأن يتحدث الفلسطيني عن روايته وعن تاريخه، وفقط ينسب التاريخ لليهود والإسرائيليين. انظر ماذا قال ضيفة، قال عن يهود والسامرة هي الضفة الغربية وقطاع غزة، عندما نتحدث عن أراضي 48 يتهمون الفلسطينيين بالإرهاب. هل يمكن الحديث عن هذا الأمر؟ الذي يريد السلام يرغب بالسلام عليه أن يقدم لهذا السلام ويضع الحلول الدولية التي وضعت، خيار حل الدولتين ليس حلا سحريا بقدر ما هو حلا دوليا لصراع الفلسطيني الإسرائيلي. سيد أفيف، هل يعني التهدئة كلها
عملية السلام الخاملة، كل ذلك على كف عفريت الآن، أم هذه حوادث في مرحلة عابرة سيتم تجاوزها؟ نعم، نحن كنا جادين في ما يتعلق بالسلام. انسحبنا من غزة وما رأيناه هو دولة إرهابية، ونعرف ما فعلته حماس في غزة. ثم انسحبنا من بعض القرى قرب جنين، والآن السلطة الفلسطينية لم تعد تسيطر على جنين، وبالتالي من الواضح أن المشكلة هي في المجتمع الفلسطيني وليس في المدن اليهودية. اليوم هناك انقسام في المناطق الفلسطينية، هناك حماس في غزة يسيطر على مليوني فلسطيني، وهناك سلطة فلسطينية لا تسيطر على أحد. عندما تختفي حماس تنهار السلطة الفلسطينية. الآن للأسف نسمع هذه الأكاذيب على جهاز التلفزيون على تغيير إسرائيل للوضع القائم على قبة الصخرة، هذا غير صحيح. طبعا نحن لدينا سلطة، هذه هي مدينة القدس وهي عاصمة إسرائيل، والمسجد يفتح للجميع، للمسلمين واليهود والمسيحيين في أي وقت، ونحن حساسون جدا لإمكانية أن نسمح للمسلمين أن يأتوا ويصلوا، ولكن انظروا ما يحصل، هم لا يأتون للصلاة بل لرمي الحجارة والمولوتوف، وهذه المنطقة منطقة مقدسة، لا يتصرف اليهود كذلك في أماكن العبادة بدل احترام أماكن العبادة. دعني أسمع من السيد جهاد، دعني بدل احترامه يأتون لرمي الحجارة. دعني أسمع من السيد جهاد هنا. سيد جهاد، يعني ما التأثير السياسي الذي قد ينبني على هذه العمليات، خاصة وأنه مع الوضع الراهن ومع عدم تبني أي جهة لهذه العمليات ومع الضحايا المتزايدين لهذه العمليات تأخذ المسألة مسارات أكثر خطورة؟ سيد جهاد هل تسمعني؟ يبدو أنه لا يسمعنا، سأعود إليه بعد قليل. سيد أفيفي، هل باعتقادك سيد أفيف أو أفيفي، هل باعتقادك بأن هذه العمليات ستكون هي قاصمة الظهر بالنسبة للحكومة الإسرائيلية الحالية أو الائتلاف الحكومي؟ أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية هي في وضع هش، لا أعتقد أن الحكومة ستستمر لفترة طويلة، هو ائتلاف غريب، وأعتقد أن المجتمع الإسرائيلي غير راض بما يحصل. نتوقع بعض التغييرات لأن إسرائيل تواجه تهديدات كبيرة جدا من الداخل بعد هذه الهجمات الإرهابية والتحريض الفلسطيني. وهناك أيضا التهديد الخارجي، ولو أردنا أن نواجه كل هذه التحديات لابد من أن نتوحد كإسرائيليين، لابد أن نكون جاهزين وأن تكون القوات المسلحة الإسرائيلية جاهزة لأي سيناريو محتمل قد نراه في المستقبل القريب. هل باعتقادك يمكن للتنسيق الأمني أن يكون بابا جيدا بغض النظر عن موقفك من السلطة الفلسطينية الذي كررته قبل قليل، لكن قد يكون بابا جيدا لسد باب هذه العمليات أو لتقليل منها؟ نعم، نحن ننسق، ولكن نرى كيف تتصرف السلطة الفلسطينية، تنسق فقط وفق مصالحها مع الجهاد الإسلامي ومع داعش ومع هذه المنظمات المتطرفة، يريدون دعم
إسرائيل، وبالتالي ينسقون بما يلائمهم، ولكنهم لا يريدون أو لا يتصرفون لمنع الهجمات ضد اليهود. هذا ما يقوم به الشنبات أو التبات أو الشرطة الإسرائيلية والوحدات الخاصة. نحن لا نضع أمننا في أيدي الآخرين، وبالتالي التنسيق جيد عندما يحصل، ولكن لا يمكننا أن نعتمد على أن هذا التنسيق سيمنع أي هجوم إسرائيلي على إرهابي على إسرائيل. نسمع صوت ضيفي من رام الله، جهات حرب، مشكلات تقنية، حالة دون وصول صورته.